من التفسير الجامع الجزء 30 عما يتساءلون فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند سورة الماعون من أواخر جزء عما، الجزء 30. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. طبعا ما زلنا سور مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة المكية، وهي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بأمور الآخرة والجنة والنار كما قلنا. أرأيت، ممكن هنا في هذه السورة تحديدا أن تأخذ على حقيقتها، يعني يا أبصرت يا محمد من يكذب بالدين، لأن لها أسباب نزول. وسبب نزول هذه الآيات حادثة فريدة من أبي لهب لما ضرب اليتيم وكسر له يده، أو أبي سفيان أو العاص بن وائل، وقد يكون غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شهد هذه الحادثة. الهمزة في أرأيت استفهامية، وهي من أساليب القرآن، يأتي الخبر في سورة استفهام، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشرك المخاطبة في الحديث، فكأن الجواب ليس عند البشر ولا بد أن يخبر به، لأننا حين نسمع هذا السؤال أرأيت الذي يكذب بالدين، فربما نفهم أن الذي يكذب الدين هو الذي لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بأمر يغيب عن البال حتى هذه اللحظة، هو أن التكذيب بيوم الدين ليس بالضرورة التكذيب بأصل الإيمان أو عدم الإيمان، إنما المكذب قد يكون مؤمنا بالله لكنه لا يسير على منهج الله ولا يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي، لأن العمل والتطبيق هو المحك للإيمان. الإيمان ما وقع في القلب صدقه العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من السهل أن أعتقد لكن من الصعب أن أعمل وأطبق وأحمل نفسي على المنهج الذي أعتقد. فالله هنا سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي يكذب الدين، ثم يتولى الله سبحانه وتعالى الجواب فيقول فذلك الذي يدع اليتيم. إذن هو مؤمن بالله وبأصل الدعوة إلى الله، لكن في سلوكه ضعف وتشكك، وهذا لأن الإنسان يغفل عن المنهج، وصورة الجزاء عنده باهتة بيوم الآخرة، ولو استحضر صورة العذاب ما تجرأ على أن يخالف المنهج وأن يقوم بالمعصية. لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت يا رسول الله بالله مؤمنا حقا، فوصف إيمانه بالحق مؤمنا حقا. هذه مسألة كبيرة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى خطورة هذا الجواب، وأن الكلام لا يطلق هكذا بذاته. قال له إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وما درى، وكأني أنظر لأهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذا المسألة لم تعد عنده خبرا، بل أصبحت حقيقة واقعة كأنه يراها. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له عرفت فالزم. المهم، إذن الذي يكذب بالدين هنا هو قد يكون مؤمن مصدق بأصل الدين، لكنه لا يقوم بمتطلبات الإيمان. ومن أهم مظاهر ذلك أنه يدع اليتيم. يدع تدل على بشاعة الحركة، قسوة الحركة،
يدع الدفع بعنف. لم يرد اليتيم بكلمة ولكن بفعل مهين، واليتيم ضعيف لا حول له ولا قوة. إذن مسألة يدع اليتيم مسألة عنيفة وقاسية، لأن اليتيم يحتاج إلى من يحتضنه ويعطف عليه ويدبر له أمره. واليتيم جاء إلى المجتمع بخالقية الله وبمخلوقية الله له، فحين نقوم على رعاية اليتيم نقوم بمهمة الله كلفنا بها، وهو مراد الله في هذا الضعيف. صحيح أن الله تعالى قادر على أن يغنيه عنا ويوفر له من أسباب العيش أفضل مما عندنا، لكنه سبحانه أراد أن يرى من عباده أثر تعاطفهم وتعاونهم، وأن يختبر بعضهم ببعض. يريد أن يرى صنعته القوية القادرة تعطف على صنعته الضعيفة. لذلك سمى الله الإنفاق في سبيله قرضا. قرض مع مين؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فحين تعطي الفقير أو اليتيم فكأنك تقرض الله. وعندما يكشف الحق سبحانه وتعالى عن هذه المعادلة الإلهية يقول لنا: إن تكفلت برعاية اليتيم والضعيف والمسكين وأعنته على القيام بالمهمة التي أوكلته بها، أعنتك أنا على أولادك وفي أولادك من بعدك، وضمنت لهم من يعول عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أيها الإنسان تأمين حياة أولادك من بعدك، ليست في بيت تبنيه ولا قصر تشيده ولا رصيد في البنوك ولا في شركة تأمين الفلانية، إنما ضع نفسك في شركة التأمين الإلهية، لأن تأمينك سيكون في يد الله، وهو سبحانه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. طيب، في سورة الكهف يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى صورة واقعية من هذا التأمين الإلهي على الأولاد، فيقول في قصة سيدنا الخضر مع العبد الصالح: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. سخر الله تعالى لليتيمين من يحفظ لهما كنزهما. سبب: أن أباهما كان رجل صالح، فصلاح الوالد ينفع الولد. طيب، نعود إلى رأية الذي يكذب الدين، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم مسألة خطيرة كما يقول الله سبحانه وتعالى، تتعلق بكل أمر الدين. إذن أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم، وينتقل إلى مظهر آخر من مظاهر التعدي على حق الأيتام والمساكين، ولا يحض على طعام المسكين. نشوف الدين العظيم. هلأ، من صفات المكذب بالدين أنه لا يحض على طعام المسكين. في الحالة الأولى يدع اليتيم بالتعدي الفعلي، والحالة الثانية أو الحالة الثانية قد يأتيك اليتيم أو مسكين وليس لديك ما تعطيه، فلا أقل من أن تحض غيرك على أن يعطيه، وهذا أضعف الإيمان. أن تقدم النصيحة، أن تدله على من يعطيه. إذن هذه عبادات حدث القرآن عنها عبادات اقتصادية واجتماعية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكأن الحض على إطعام المسكين ومساعدة المساكين ونقل الخير إلى الغير وانتقال التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع هو أساس من الأسس العقائدية في العبادات الاقتصادية والاجتماعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال:
من يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن النظرة للأيتام والمساكين والضعفاء والفقراء وتكافل المجتمع وقيام الأغنياء بواجب وحق الفقراء من زكاة ومن صدقات من إحسان ومن معونة، فهذا أساس في الدين، وهذه صورة عظيمة تعطي حقيقة هذا الدين. بعد هذه العبادات الاقتصادية والاجتماعية ينقلنا إلى عبادة أخرى هي الصلاة التي هي عماد الدين في العبادات المعروفة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. ويل طبعا معروف في تهديد موجه لمن دخل بالفعل في زمرة المصلين الذين يؤمنون بالله ويؤدون العبادات والشعائر بالشكل الظاهر فقط بالحركات، أما في القلوب فليس هناك خشوع ولا إيمان ولا امتثال. شرح لنا الحديث الشريف عندما صلى أحدهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى شكل الصلاة في مسجد النبوي، يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قالها رسول الله ثلاثا. إذن ليست الصلاة فقط بالشكل لكن بالمضمون. هنا المولى سبحانه وتعالى يهدد من الذي يقوم بالصلاة ويسهو عن حقيقة الصلاة، لأنه الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، عماد الدين وقوام الدين. ونحن نجد أن الصلاة تأخذ في خمس صلوات 24 ساعة موزعة على 24 ساعة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يذهبون إلى الصلاة ويؤدون شكلها دون موضوعها ومضمونها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا هنا من رحمة الله بعباده أن جعل الويل لمن يسهو عن الصلاة لا من يسهو في الصلاة. انتبهوا، لذلك عندما سمع هذه الآية الأعرابي قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأننا جميعا نسهو في صلاتنا حتى أهل الخشوع، والذي يؤدي صلاة بحقها. بعد ذلك تذكر الآية صفة أخرى يتصف فيها هؤلاء وهي الرياء، الذين هم يراءون، عم يعرفون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. يراءون الرياء، المرائي هو الذي يؤدي شكل الصلاة على أكمل وجه دون أن يهتم لمضمونها، ويريد فقط أن يقال عنه بأنه مصلي في المجتمع لكنه في داخله غير ذلك. المرائي هو الذي يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله سبحانه إليه. المرائي هو الذي يعمل العمل، يعني يزكي ليقال بأنه محسن كريم، يعمل الخير ليقال عنه فاعل خير، إذا هذا مرائي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. قلنا أو تشرك أمتك من بعدك يا رسول الله؟ قال لا أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن يراؤون الناس في أعمالهم. هاي الرياء. إذا يعني بيصلي وهو ساهن عن حقيقة صلاته، وهو يرائي الناس ويمنع المعون ويمنعون المعون. هذه صفة أخرى لهؤلاء، صفة مادية ترتبط بالذي يدع اليتيم، يمنع المعون، المعونة والخير. وتجربة الإنسان في الأمور المادية في الحياة هي تجربة لتتعلق ب حقيقة المنهج الإسلامي، والنفس بطبعها محبة للمال حريصة على جمعه، فإن هانت عليك أموالك أمام مطلوب الله منك فاعلم أنك على المنهج الصحيح، وإن كنت على خلاف ذلك فلتراجع نفسك لأنك لست على منهج ربك. فالذي يمنع الماعون الخير أكثر رؤما وأكثر شحا،
وطبعا بتفسير الكلمة الماعون هي الآنية ولوازم البيت، معين معون لوازم البيت التي تستعار لأنها لا تتوفر في كل البيوت، بيجي بيستعيرها الجار، بيستعيرها كذا، برجع على صاحبه، ولا يقتنيها الفقراء. فإذا تأخذ هذا المعنى وتأخذ معنى المعونة بشكل عام، معونة الخير للغير. إذا نظرنا إلى هذه السورة وجدناها سورة المعون تتضمن أصولا اقتصادية التي يقوم بها قوام الحياة، وتضمن أيضا أصلا وجدانيا وهو يتمثل في حقيقة الصلاة والقرب من الله. وإذا استقام هذان الأمران استقام حال المجتمع، إذا صلحا صلح بهما المجتمع، لأن الجميع يستشعر أن ربوبيته لإله واحد. فإذا وهنا تتضح لنا العلاقة بين سورة المعون وسورة قريش، آخر الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فيتبين لنا بأن حقيقة الأمر وحقيقة الدين هي تتعلق بنقل الخير للغير. بعدها جاءت سورة الكوثر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا هذه مخاطبة للنبينا صلى الله عليه وسلم، وعطاء عظيم من الله لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وعندما طبعا من السور المكية. ويريد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن يرد مقاييس الأرض إلى مقاييس السماء، ومعايير الخلق إلى معايير الحق. معايير الخلق كثيرة متضاربة، أما معيار الحق فواحد ومنهجه واحد، لا يتعارض لا يتضارب بعضه مع بعض. طبعا سبب نزول هذه السورة يتضح لنا من معرفتنا لطبيعة الحياة العربية وما سادها من عادات جاهلية، أبرزها أنهم كانوا يعتزون دائما بالبنين والتكاثر بالذرية بعد موتهم، وأن الولد إنما هو ذكر لأبيه بعد موته. فشاع عنهم القول من لا ولد له لا ذكر له، لذلك اهتموا بالأنساب وحفظوها. ولما طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مات أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور، فرح الكفار لانقطاع عقب رسول الله بموتهم، ظن منهم بأن الرسالة ماتت لأنه لا ميراث. هذا النسب معترف به عندهم، لكن عند الله سبحانه وتعالى النسب لا يتعلق بالنسب البشري. نسب النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أمته وأتباع النبي الذين يأتمرون بأمره حتى بعد موته إلى قيام الساعة. لذلك أعجبني قول أحد المستشرقين غلبه الحق فقال: إنني أعجب لرجل كمحمد صلى الله عليه وسلم لا يزال يحكم ملايين الناس وهو ميت في قبره. هذا بنظري، لأننا نحن نعلم وعلموا أن فيكم رسول الله. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخفف عنه آثار هذه الأقوال في المجتمع القرشي في المجتمع المكي. قال له: إنا أعطيناك الكوثر. الله هو المتكلم وهو المعطي، المتلقي الخطاب والمعطى هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا سيعطيه الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ كلمة كوثر تدل على الكثرة. نقول في التعبير عن الكثرة: هذا كثير وهذا أكثر، ثم بعد ذلك نقول كوثر، يعني أكثر كثرة. ومعنى الكوثر الخير الكثير
الذي يشمل كل نواحي الكثرة المتعددة لكل النواحي. هذا المعنى الأوسع، كثرة في المال، كثرة في الجاه، كثرة في الصحة، كثرة في الأولاد إلى آخره. قول الحق إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير، أكثر من أي شيء يعطى، تشمل جميع أنواع الفضل، أعطيناك الأكثر من كل نوع الكوثر. لذلك في حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءه ثم رفع رأسه مبتسما قال: أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لكن المفسرين حينما تعرضوا لمعنى الكوثر اختلفوا في المراد به. فابن عباس رضي الله عنه قال: الكوثر شيء كثير عظيم، وهذا بعض الكوثر. لكن لماذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر بالنار؟ لأنهم إن كانوا فسروا الكوثر بالنبوة فالنبي يعلم أنه نبي، أو في القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم متلقي القرآن وأول مفعل به. وإن كنتم تقصدون بالكوثر أن الله سيرفع له ذكره بشهادتين، فكل هذه الأشياء يعلمها رسول الله. لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بعطاء في الآخرة لأنه أمر غيبي، لم يفسر الكوثر بشيء مشهدي إنما بشيء غيبي فهمه من الوحي الذي نزل عليه. طبعا هذا لا يمنع أن تكون كلمة الكوثر الزائد من الكثرة، الجمع بين الكثرة من كل خير. وطبعا نحن نعلم عندما يقول الله إنا فاعلم أن بعدها أمر عظيم أو خير كثير، لأنها ضمير يدل على التعظيم، فلا بد أن يتبعها أمر عظيم. إنا نحن نزلنا الذكرى، القرآن أمر عظيم، إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك تدل على أن العطاء على قدر المعطي سبحانه وعلى قدر إمكانيته سبحانه وقدرته في ملكه، فتصوروا هذا العطاء. إذن هو أكثر من الكثير، هو كوثر، ومنه هذا النهر في الجنة. فعل الأمر جاء بعدها: فصلي لربك وانحر. فعل الأمر هنا طبيعي بعد إن أعطاناك الكوثر. فالعطاء من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي شكر لهذه النعمة المنعم عليه والرسول الكريم بالخير الكثير والوفير. فإذا فعل الأمر حق لله، فالأمر متعلق بحق المنعم. فإذا صلي، اتصل بربك، اشكر ربك، فطالما أن هناك منعم متفضل عليك فلا بد أن تذكر نعمته وأن تخلص له في العبادة وفي التقرب إليه. فلا أقل من أن تكون دائما موصولا بهذا المنعم، تصلي له شكرا وتقديرا. فصلي لربك وانحر. النحر انفاق، كأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك لتنعم على غيرك، كما قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأحسن كما أحسن الله إليك. فكما أعطاك الله عد عطاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الغير. وفي الحديث الشريف: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بعض الناس يقولون: لقد عودت الناس عادي بطيهم، والله عودني عادة، فلا أريد أن أقطع عادتي مع الناس حتى لا يقطع الله عادته معي. طبعا سورة الكوثر للعلماء في هذه آية رأيان، البعض قال إنها عامة تفيد مطلق الصلاة فصلي ومطلق النحر،
انحار ووزع أداء الحق للفقير، مطلق صلاة وأداء الحق للفقير. والبعض من المفسرين قال إنها نزلت في خصوصية صلاة العيد ونحر الأضحية. فإذا بهذا على هذا الأساس، وهذا طبعا رأي يليق، أو هذا الرأي البعض رآه بأنه يضيق واسعا، لأن صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه ليست صلة محدودة بصلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في مقام القربة والإحسان، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول فصلي لربك وانحر، تعني مطلق الصلاة ومطلق النحر، وما دام أن الله أعطاه الكوثر وهو العطاء الذي لا حدود له، فإذا هذه الصلاة لا حدود لها، والعطاء يجب أن لا يكون هناك حدود له. إن شانئك هو الأبتر، شانئ هو المبغض، الأبتر هو المقطوع النسل والعقل. وتحدثنا عن سبب نزول هذه الآيات، أنها نزلت لتعديل المعايير البشرية ورد إلى معيار الحق بدل الخلق. الذكر الحقيقي ليس ذكر النسب والدم والذات، إنما ذكر المعنى والأثر. وعلى هذا المعنى طبعا شو بيكون؟ لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، لأنه موصول النسب في جميع أبناء أمته، وأن الأبتر هو من اتهمه هذا الاتهام وأطلق عليه هذه المقولة. وسيظل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مذكورا حتى بعد موته، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على ألسنة تابعيه وفي قلوبهم وفي أرواحهم وفي كل أذان وفي كل وقت وفي كل لحظة. فحيثما ذكر اسمه الكريم ذكر حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يكون محمد أبتر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكره موصول في الآخرة، ورفعنا لك ذكرك، ويرتفع أيضا يوم القيامة ارتفاعا يشمل الإنسانية كلها من آدم إلى قيام الساعة، حيث يتراجع كل الأنبياء عن الشفاعة ولا يتصدى لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكره يتعدى أمته ومن جاء قبله وبعده. والله سبحانه وتعالى نلاحظ هنا كيف رد هذا الوصف على الذي قال إن محمدا أبتر، لم يرد ويقول ليس بأبتر، وإنما قال إن أعطيناك الكوثر. فمن أعطي الكوثر لا يكون أبتر. إن شانئك هو الأبتر. والشنآن تجي كلمة شنآن البغض لرسول الله في ذاته وفي دعوته وفي منهجه صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالكره عندهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ هذا المنهج العظيم، غلبهم بالحجة والبرهان، وفشلت كل محاولاتهم للنيل منه. حينما قالوا عنه شاعر وساحر وكاهن، فعندما عجزوا أن يجدوا مأخذا على القرآن ذهبوا يعيبون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، يرد عليهم بنفس لغتهم ومن جنس ما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم عام تدور فيه العلة مع المعلول وجودا وعدما. فكل من أبغض رسول الله موصوف بأنه أبتر. طبعا ولا يقتصر الحكم على السبب الذي نزلت فيه الآية، بل هو عام، والعبرة كما نقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من التفسير الجامع الجزء 30 عما يتساءلون، ف
فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.